انتظار خروج المغلوب. العين ما يستهان به، وانا اعترف به نادي عريق وكبير. اكيد نتحداهم، غلبناهم في الدوري وان شاء الله بعد في الكاس. هذا كلام مجمع، تعال وسمع. اي نعم، الميدان يا حميدان. الوصل يغلبون الوحده، يغلبون اي نادي، بس على العين ما يرومون. الشوط الاول بنخلص عليها ما شيء. سمعت العناويه؟ هذا اول شيء الامبراطور خطير، مع احترام له هزمناه 3-1 يبقى خطير. عمي توقع صح، دبا فاز 6 على الوحده صح، ما اتوقعها صح. وانا اقول لك الوصل يفوز 6-1، توقع 4 ان شاء الله. فيها صفر حق العين. الوصل يمرض لكن ما يموت، الموت للانسان ولكن الكيان يجب. بيخلص الكرة أمامية باتجاه فابيو ليما، خطرة أمام المرمى الآن الوصل ليما أمام المرمى، الله كرة ملعوبة الآن على باتجاه المرمى، لكن تتخلص من مهنة تنتين قوي، الله الله دائما ما تكون خطيرة وسط الملعب أيضا بالنسبة لنادي العين. كايو سدد، الله الكرة أيضا فيها خطأ، تعود من جديد إلى فابيو، هل يحسمها كايو خالد عيسى؟ وكايو نهدي الفوز على جمهور الوصل، بس عشان نأكد يعني إن في بعض الناس يقولون الوصل طايح. الحمد لله اليوم الجماعة لعبوا واجتهدوا وخمسة في عين العين. أقول من حضر وأنا حاضر، هذا المستطيل الخضر فيه الإمبراطور، يلي شاف ونظر عرف المقدار له قدر، هذا الوصل باسم الشيخ أحمد بن راشد، لك تحية وتعظيم سلام قدر يا صاحبي يلي انتو سامن على الصدر، هذا الامبراطور من اللي حضر وانا معاهم حاضر. هاي الفرحة ان شاء الله كم تكتمل ان شاء الله، وخلهم الجماهير العين اللي قالوا منتهي المباراة بالاربعة والخمسة، قلنا لهم طال عمرك الميدان يا حميدان، طال عمرك، وقلناها من بداية المباراة اذا هذه مباريات لعيبة، مباراة لعيبة ما مدربين ولا خطط، يلعبوا بروح ودم بتحصل نتيجة. انا بيذبحني الحكم، بيذبحني والله، 7 دقائق ليش؟ والله 7 أيام 7 دقائق، إن شاء الله خير إن شاء الله خير، الله يوفق بس الله كريم. خمسة كبار لما يلعبوا مع بعض ما تتوقع النتيجة، بس احنا ثقتنا فريقنا كبيرة والحمد لله لين الحين يعني كانوا قدها، ونتمنى ان الله يكملها على خير وتخلص 5 إن شاء الله. مصالحة الجماهير اللاعبين للجماهير عن طريق الكاس مع تعديل موقعهم في الدوري. كاس رئيس الدولة بعد غالي ونباه، وإن شاء الله 5 نردها حق العيناوية. وصل أكيد لعبة الكاس، خاصة هالفريق هذا اللي تشوفه، اللي خسران 3، شوفه خسران 5، أوه صح نسيت، هم لعبة 3. ليما آخر دقائق، ليما يتمصر على فريق نادي العين، ليما فابيو ظهور قوي من فابيو ليما يتمصر على لاعبي نادي العين. 5-5-5 يا أخوان، 5-5 يا شباب، 5-5. هذا الامبراطور، ويمكن تشوفني زعلان، بالعكس مو بزعلان، الحمد لله رب العالمين. واحب اشكر نادي العين على شو؟ على الحصه التدريبيه مره ثانيه، تعبوا يوم تلعب الامبراطور في الملعب. والله ما كنا متوقعين 5، بس احنا جايين وين ما الوصل اللي يروح احنا موجودين الحمد لله. لكن الوصل صراحه محتاج هالفوز، وما توقعنا الصراحه النتيجه هذه 5 على الفريق العين، فريق العين كبير. اللي قال الوصل عسى الفريق يلعب ضده، اللي قال الوصل مباراة سهلة، اللي قال مباراة في المخبة 5 في عين الحاسوب. لا العين سهل عادي، شيء طبيعي، هذا الوصل هذيك الامبراطور هذا أسوأ مواسمنا، نعطيك بالخمسة يا المتكلم يا المتصدر.
متعودين على الفوز، بس اقول يعني انذار شديد للهجه حق الجمهور العين، يحاسبون في اليحر شير ادار شوي شوي، اهم شيء سلامته. شوف هذا الامبراطور الزعيم ولا شيء عنده. يقول حق الاهلاويه الدوري نحن ما نبغاه، بس القاس ابونا ما تاخذ الاضعاف. الوصل يمرض بس ما يموت. الذهب ما يصير. كاس والله ما في توقعات في الكاس. الكاس تعرف بطولة عجيبة غريبة، لكن الحمد لله إن شاء الله يعني إن شاء الله. غريب عجيب لأن الوصل فاز. لا والله مو بغريب الفوز على الوصل، لكن يعني الوصل لعب فريق كبير بعد فريق العين، يعني فريق كبير ما في أبدا في الكاس رئيس الدولة ما في أي اعتبارات لأي فريق كبير أو صغير صراحة. التاريخ علمنا هذا الشيء يعني. اسم غالي علينا، فتصور يعني الكل يتمناها. لكن حق مشروع لكل الفرق. بعض الأوقات أنت تجتهد وتبغى توصل للهدف اللي تبغيه، في يجيك فريق مثلاً في مثل ما يقول خلينا نقول ضربة جزاء أو كرة من الآخر ويلعب بطريقة دفاعية وصعب إنك توصل للمباراة وتطلع من الكأس. فهي هاي هي كرة القدم. إحنا كرة القدم هي إنك عليك تجتهد 90 دقيقة.